مرحبا بكم أصدقائي، ما ترجمة إعلان مسلسل تل أرياح حلقة 85. وفي بداية الإعلان كان ذاك الرجل يقول له أنت ترى يا سيدي، ثم بعد ذلك قال له خليل عندما أعود إذا رأيتها هنا وبهذا الشكل سوف تتدخل. يعني خليل كان لا يريد على زينب بأن تتدخل، وقال ذاك الرجل انتبه لها، إنها فتاة قوية جدا. وبعدها سوف تتجادل زينب مع خليل وتقول له هكذا تصفني للناس، ثم قال لها خليل والله أنا هكذا أفعل على أي حال. وبعد ذلك سوف يأتي الحارس وسوف ينتبه إلى ألبر، وكان يقول لخليل إن هذا الأخ إنه هذا الرجل، وبعد ذلك سوف يقبض عليه خليل ويضربه، ولكن إيرين سوف يبعد من بين يديه. وبعد ذلك كانت سلمى تقول هناك شيء مختلف في زينب يجذبه. وبعد ذلك كان خليل غاضب جدا، كان يقول أنا أقول هذا هو عالمي وهي تقول هذا هو مزاري، يعني زينب لا تستمع إليه وكانت تريد أن تبحث بنفسها. وعندما ذهبت لكي تفتح ذاك الصمام علقت يديها، وبعد ذلك كانت زينب سوف تقع على الأرض وبعدها أغمي عليها. كان خليل يشعر بأن هناك ضيق في صدره، يعني خليل كان يشعر على أن هناك شيء سوف يحدث. وبعد ذلك كان يتصل في الهاتف وكان هناك أحد يقول له سيدي كارثة، إنها ترقد هناك، فحسب إنها على الأرض، الله يغفر لها. وبعد ذلك ذهب خليل، كان سوف يجن، كان يعتقد على أن زينب هي من فقدت الحياة، وكان يقول يا الله ألا تكون زينب. وكان هذا هو الإعلان. لا تنسوا تشجيعي بلايك وانتظروا التحليل.